ناصر جابي باحث في علم الاجتماع السياسي من مواليد مدوكال بباتنا سنة 1955، درس بالجزائر العاصمة وباريس، ساهم إلى جانب مؤلفاته بعدد من المقالات بالجرائد التالية: السلام، الخبر، الخبر الأسبوعي، الجزائر نيوز، الأحرار الثقافي إلى آخره، كما قدم برنامج كريتيكا عبر فضائية الخبر كي بي سي، وهو حاليا متقاعد وله مركز بحث خاص يعد من المفاتيح الأساسية لفهم السلطة والمجتمع في الجزائر. وهو لا يكتفي بالتحليل فقط، بل يسعى إلى التغيير.